لان بدو بانغولا اللي هي اللي بدانا بها الحمله حصيلتها النهائيه 73 مليون و544 ولا 590 بقيه قديمه، نتكلم هون لا بقيه قديمه. الكونغو 48 مليون و38 الف 440 بقيه قديمه. الجابون 72 مليون. ساحل العاج 51 مليون و551 مليون و 155 الف 51 مليون و155 الف. مالي 4 ملايين و669 الف و100. السنغال 12 مليون و134 الف. بالمناسبه لا هي نذكر ولايه من ولايات السنغال تميزت اللي هي ولايه تشيس، هذه الحصيله اللي هي 12 مليون كانت نسبه 80% منها حاصله من ولايه واحده اللي هي ولايه تشيس، بالتالي لهم كل الشكر والتقدير هذه الولايه، ولا شك ان الشكر ايضا يعم جميع الجاليه في السنغال. غامبيا كانت حصيلتها 2 ملايين و795 و550. غينيا بيساو كانت مليون و255 الف. المجموع الاجمالي الحصيله الاجماليه اللي دخلت جمعيه ايثار من هذه الحمله مع ان التزامات ما بات تم دفعها، الحصيله اللي وصلت جمعيه ايثار هي 271 مليون و591 الف و680 وهي قديمه. هذا بالنسبه لحصيله رحله افريقيا المباركه. بالنسبه لحمله الانتساب، احنا عدلنا حمله الانتساب ايضا في شهر اثنين، كانت هنا بدات فيها الجمعيه وانا كنت ماني موجود. حصيلتها في نواكشوط كانت 3 ملايين و868 الف وهي قديمه. حصيلتها في نواديبو تعود 10 ملايين و167 الف. تلاحظوا عن حصيله نواديبو احسن لان الحمله انفتحت من نواديبو هذا العام. حملة الانتساب في الزويلات كانت 3 ملايين و565 الف. حملة نحن نقدو الاخيره اللي فتحت جمعيه ايثار بدايه رمضان، هذه الحمله المباركه اللي الحمد لله لقت صدى عند الموريتانيين وشارك فيها الكثير الحمد لله منهم، كانت حصيلتها 245 مليون و963 الف و500. هذه هي حصيله هذه الحملات الثلاثه اللي كانت متتالية. فهم أسئلة صار دائما ترد ونشوف واحدين يدونوا فيها، يقول واحدين جمعية إيثار دخلتها المليارات. اختيروا لكم صورة، نحن لنا سنتين ونصف السنة لا يعطوكم صورة عن دخلنا في السنة الأولى والسنة الثانية والمنصري من هذه السنة، ونجمع لكم النتيجة يكتب عندكم صورة عن اللي دخل بعد جمعية إيثار حقيقة هو شنو. جمعية إيثار في السنة الأولى كانت حصيلة دخلها 307 ملايين و192 ألف و707 بقيات فاصل 10. كانت المصاريف 270 مليون و226 ألف و869 ألف. السنة الثانية كانت الحصيلة 381 مليون و22 ألف و664 وهي قديمة. وكانت المصاريف 319 مليون و657 ألف و689. لاحظوا عن فم الحمد لله دائما تحسن في السنة الثانية عن السنة الأولى، وفم اللي تحسن في السنة الثالثة عن السنة الأولى والثانية، وهذا يدل على ثقة الحمد لله المجتمع الموريتاني المتجددة في جمعية إيثار. الحصيلة الأشهر اللي فاتت مضات من هذه السنة وهي أعتقد ست أشهر، لأن يعني احنا هون نتكلم عن سنة إيثارية، وسنة إيثار بدأت في شهر 11 وذلك يعود حالا نقري من 5 اشهر ولا 6. هذا اللي فات من هذه السنه الاداريه حصيلته كانت 497 مليون و145 الف و261 فاصل 261 فاصل 10. تلاحظوا عن الحمد لله في اقل من نصف سنه كانت الحصيله اشبه من السنوات كامله الماضيه، وهذا يدل على ان الحمد لله ثم تقدم وثقه تتجدد. مصاريف هذه السنة الماضي من هذه السنة كان 403 ملايين و658 و211، وهذا طبعا السبب اللي يعود مبلغ معتبر هو المصاريف اللي تغطي تكاليف المستشفى اللي الحمد لله الحق اليوم مرحلة المقطع، ياسر الناس كان يسول عنه ومن اين الحق،
المستشفى اليوم الحمد لله الحق مرحلة المقطع، والمرحلة اللي كنا فيها هي المرحلة الأكبر والأكثر تكاليف، واللي هي بتقضى ياسر من الوقت وياسر من التقنيات اللي تحتاج من الأكياس، واللي هو اللي هو اللي هو الأساس، والحمد لله هذا ما تخطينا. لأن أطلبكم هذه الحملات اللي هي اللي عدلنا، أطلبكم إيش تكلفنا فيها بما أننا نتبناها الشبابية. حملة الانتساب في المعكشور تكلفنا فيها 1,161,100. هذه الناس اللي تجمع التبرعات والإعلام والأمور كاملة، التكاليف كاملة. حملة الانتساب في الوادي وكانت تكاليفها 814,000. حملة الانتساب في الزويرات كانت تكاليفها زيرو، يعني أنا أول اللي قستها بسيارتي، وأنا دائما الحملة اللي نعود أنا قايسها، لكن لا يتكلف نتحمله. حملة نحن نقدو كانت تكاليفها 4,971,577. حملة إفريقيا لا يتحملوا لا يتحملوا ملي عنها زيرو. هذه الحملة اللي مضت جمعية إثارة فيها حدود 5 أشهر، كانت تكاليفها كاملة علي أنا شخصيا، لكن اللي حصل من فضة هذه 271,000,000. الجمعية ما تكلفت منها وقية واحدة. تذاكرها أنا كان معايا الشيخ الله يحفظه، تذاكري أنا وتذاكره هو، تكاليفنا كاملة كانت تابعة لي أنا شخصيا. وغرب إفريقيا أيضا اللي قستوا أنا بسيارتي، كانت مولي بسيارتي أنا وبنزينها وتكاليفها كاملة تابعة لي أنا، وبالتالي الجمعية ما تكلف الشيء في هذه الرحلة اللي هي رحلة إفريقيا اللي كانت تكلفت 4 أشهر، تكاليفها كاملة تابعة لي أنا شخصيا. لأن هنا نعطيكم صورة إجمالية عن هذا الدخل، جميع اللي قط دخل جمعية إيثار من يومها الأول إلى اليوم هذا اللي نتكلم معاكم فيه، 1,185,361,232. جميع اللي قد دخل جمعية إيثار من بدايتها يومها الأول إلى اليوم، وهذا السؤال بعض الناس يشتكين عنها دخلتنا المليارات، هذا السؤال يجيب على هذه التساؤلات الواردة عن نحن دخلنا من شيء إذا العدل كامل معدلينه من 1,185,361,232 وهي قديمة. شفتنا صرفنا منه، وصرفنا 993,542,790، والباقي هو اللي موجود حالا عند جمعية إيثار.